السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك، وعيد مبارك سعيد للجميع. اذا في هذا اليوم خصو للحديث على المنحة. هانتوما كتشوفوا معايا هنا يا منحتي. اذا غادي نطرقوا بالاساس الى جوج ديال النقاط. النقطة الاولى هو التاريخ اعلان على النتائج ديال المنحة، يعني الناس اللي غادي تستفد من المنحة. ثم النقطة الثانية وهي إلى ما خرجت لكش المنحة وكنتي يعني فيك الشروط اللي غيستفد من المنحة. إذا شنو هي الطريقة اللي ممكن أنك تدير أو لا تتبعها من أجل أنك يعني باش تاخذ المنحة اللي هو حق كتمنحو لك طبعا الدولة من أجل أنك يعني باش تساعدك في الدراسة. إذا على بركة الله نبدأ. إذا كما كتعرفوا على أن المنحة هي واحد الإعانة كتعطيها الدولة للطلبة، يعني اللي ما فحالهمش طبعا، من أجل أنهم باش تساعدهم على أنهم يكملوا الدراسة ديالهم، سواء يعني في الجامعة أو لا يعني ولات في السنوات الأخيرة ولات دارتها حتى يعني الناس الطلبة اللي كيقراو في التكوين المهني أو إف بي بي تي. إذا غادي نبدأ بالنقطة الأولى وهو تاريخ الإعلان على النتائج. تاريخ الإعلان على النتائج. إذا تاريخ الإعلان على النتائج غالبا كيكون في أواخر شهر 10 وبداية شهر 11. أواخر شهر 10 وبداية شهر 11. النتائج فين كتعلق؟ النتائج كتعلق في العمالة، يعني كتعلق في العمالات اللي انتم تابعين لها، او يعني في البلديات البنوج العمليه، يعني كتكون يعني بلديه غتمشيو يعني في هذا الشهر هذا في شهر 11 او لا يعني في تاريخ الاعلان. انا غادي نديرها ان شاء الله في القناه، يعني راه نقول بانه راه تم الاعلان على النتائج. والا استطعت طبعا انني نشرح حتى اللوائح ديال الجهه اللي انا كنتمي ليها او الاقليم او العمل اللي انا كنتمي ليها، فان شاء الله غادي نديرها. اذا كتمشيو للعماله، يعني اول حاجه كتعلق هو في العماله. كاين اللي كيقول لك لا راه كتعلق في المؤسسات، وكتعلق يعني في مثلا في الاوف بي بي تي كتعلق لهم في يعني في المؤسسه اللي هما كيقراو فيها. فالعماله هي الاولى، كتعلق في العماله عاد كتعلق يعني في مؤسسات اخرى، او لا طريقه اخرى وهو يعني التتبع ديالكم ديال المنحه عبر يعني الموقع الالكتروني اللي نتوما يعني ديجا انكم تسجلتوا فيه في الاول. فغتمشيو يعني واحد التتبع، يعني في واحد القناه يعني تتبع ديال المنحه، وطبعا غتكتبوا المعلومات ديالكم وغتعرفوا راسكم بانكم واش ممنوحين او لا. اذا هذا فيما يخص النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي يعني لا قدر الله وانك ما لقيتيش سميتك ضمن يعني في اللائحة، شنو ممكن انك دير؟ حقيقة يعني المنحة هي عامل يعني مساعد بزاف على انك تكمل الدراسة ديالك، لكن هذا ماشي عائق. انا كنقولها وكنعاود ناكد عليها لان ماشي عائق، لان من خلال تجربتي يعني واحد المجموعة ديال الزملاء اللي كانوا كيقراو معنا كيمشيو للجامعة وما كيقدروش يستمروا بفعل يعني الماديات، لكن كاين اللي كيتغلب على هذه المسألة هذه. فراه ماشي نهاية العالم، ماشي نهاية العالم إلا ما عندكش المنحة صافي، راه ما يمكنش نقرا ونرجع نبدا نشومي إلى غير ذلك. فلا، فراه كاين عندنا مجموعة من الحوايج من ضمنها راه تقدر أنك تخدم، تقدر واحد مجموعة الحوايج تعاون راسك، تقدر يعني في الصيف راه يكفي كما قلت لكم دائما وكما كنقول لكم ديما، يكفي انك تكون عندك الرغبه. فراه كاين وحنا كما كنا يعني كنديروا مجموعه من الزملاء والتلامذ يعني الاخرين كانوا كيخدموا في الصيف، ثم كيجمعوا واحد القدر مالي معين اللي من خلاله كيقدروا بالاضافه الى المساعده ديال الاباء باش يعني يقراوا يعني في الجامعه. اذا من الناحيه القانونيه الى ما خرجت لكش المنحه وكنتي يعني بامكانك انك يعني تخرج او لا فيك الشروط ديال الناس اللي يعني غتاخذ المنحه، فغادي تمشيو الى النيابه، كاين قسم خاص يعني بالمنح الى غير ذلك. ثم غادي تسولوا اول حاجه غتعطيوه
يعني الكود ديالكم داكشي اللي غيطلب لكم، ثم غادي يشوف واش فعلا انكم منوحين او لا، لان واحد المجموعه ديال التلاميذ حقيقه السنه الماضيه انهم مشاو للعمله وما لقاو سميتهم ضمن اللائحه، ورجعوا من يرجعوا للنيابه لقاو سميتهم في النيابه بانهم يعني راه سميتهم راه طلعت ما فقط، يعني ربما كان خطا او غير ذلك ما عرفتش شي حاجه في هذا في العمله، فبالتالي ما تعلقوش سميتهم. اذا غتمشيو للنيابه وغيتاكدوا واش فعلا انكم ممنوحين او لا ممنوحينش، والا كنتو ممنوحينش كما قلت ممنوحينش يعني فيكم الشروط ديال انكم تستافدوا من المنحه، غادي ديروا تكتبوا واحد الطلب غتكتبوه طبعا تطلبوا الوزاره باش انها تعاود يعني تراطي الملف ديالكم وتاكد يعني من صحه المعلومات، وتاكدوا ايضا نتوما طبعا من صحه المعلومات اللي قلتوا بها لاول مره في السيت. ثم من بعد غادي تسناو واحد المده، طبعا راه في النيابه كما قلت لكم راه غيقولوا لكم يعني المراحل اللي نتوما غادي تمروا منها، ثم غادي تسناو واحد المده، طبعا راه بامكانك راه غادي تسناو واحد المده اللي هي طويله، لكن من بعد ذلك ان شاء الله غادي تمنح، لكن ماشي في الدفعه الاولى ماشي في الدفعه الثانيه، ربما تقدر انها تسجل الدفعه يعني الثالثه وانك تمنح، لكن راه ما غيضيعوكش راه يعني المنحه ديالك غادي تاخذها ان شاء الله يعني ديال العام كله. اذا خوتي خواتاتي الى حدود الان الا كان شي سؤال ليكم حول المنحه ف يعني الى غير ذلك فما تبخلوش انكم تطرحوه يعني في القناه، ثم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سابوني ثم تفعلوا الجرس باش تصلوا بجديد. اذا خوتي خواتاتي الى الحلقه القادمه ان شاء الله.